بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور امام، نتكلم ان شاء الله على ماده اسمها تسويق الخدمات الصحيه والعلاجيه لشعبه اداره المستشفيات. باذن الله قبل ما نبدا اللي هيتشرح بس في المحاضرات او في العرض دون هو اللي هيجي منه الامتحان باذن الله. هنتكلم دلوقتي على يعني ايه خدمة ويعني ايه وهي خصائص الخدمة. الخدمة اداء، حاجة بيأديها شخص لشخص تاني او طرف لطرف تاني. المهم جدا يكون الخدمة مش ملموسة، يعني الواحد ما بيشتري سلعة بيدفع ثمنها بياخدها وهي ماشي، لكن لما بتكون خدمة ما بياخدش حاجة، بيدفع مقابل صحيح لكن ما بياخدش، ما بيملكش حاجة، مش ملكية هنا. يعني لو حضرتك راكب اتوبيس ولا ميكروباص بتدفع ثمن الخدمه وبيوصلك من مكان الى اخر وانتهى الامر كده. وممكن الخدمه دي يكون ليها علاقه بالمنتج وممكن ما يكونش علاقه بالمنتج. يعني اللي بيشتري عربيه محتاج لها صيانه، فالصيانه دي عباره عن ايه؟ خدمه تصليح ولا حاجه، دي خدمه. وممكن تبقى خدمه من غير سلعه، يعني الطبيب ما فيش خدمه، ما فيش سلعه، يقدم لك العلاج او بيكتب لك العلاج، هنا ما فيش حاجة تاخدها منه إلا الروشتة، فانتهى الأمر على كده. لو اتكلمنا بقى على أهمية الخدمة نجد إن معظم حياتنا في خدمات، تعليم ومواصلات ونقل وده وده، حاجات كتيرة قوي، عشان كده تمثل نسبة كبيرة جدا من حياتنا اللي احنا عايشين فيها. يمكن في بعض الدول توصل الخدمات 70% او الناس اللي شغاله في الخدمات 70% من الجهد العملي او الجهد البشري الموجود في دوله معينه. لو اتكلمنا على شكل الخدمات، في حاجات بعد بعضها موجود عندك واكيد انت استعملت حاجه منهم. يعني لما تشتري جهاز كبير زي ثلاجه او بوتاجاز محتاج نقل، وبالتالي التسليم والنقل ده نوع من الخدمه. لو اشتري تكييف يبقى في محتاج تركيب، يبقى ده خدمه. لو اشتريت جهاز ومش عارف تشتغل عليه ازاي فبيدرب العمال او اله بتدرب العمال عليها، دي خدمه. وطبعا الخدمات السريه زي خدمات المحاماه والخدمات بتاع المهندسين والاطباء يبقى دي برضو خدمه، والاصلاح والصيانه للاجهزه وهكذا من ده خدمه. بصينا بقى للتصنيف العام للسلع والخدمات، هنجد نمره واحد سلعه فقط. واحد بيشتري اكل، بيشتري خضار، بيشتري فاكهه، تدفع ثمنها وتمشي، دي سلع خالص ما فيهاش اي حاجه تانية. خلينا من واحد وكده نط من اربعه. خدمه صافيه، خدمه بس، تروح الطبيب بيكشف عليك ويقول لك كل كذا وما تاكلش كذا وامشي على كذا، بتروح للمحامي يقول لك ايه بتستشيره في حاجه، يبقى نمره واحد سلعه بس، نمره اربعه خدمه بس. لكن اثنين وثلاثه هو مزيج من الاثنين، بس في واحده غلبة على ايه؟ واحدة، مش الاثنين متساويين. يعني مثلا لما ما تشتري عربية، العربية تمنها كام؟ 100,000، 200,000، ايا كان تمنها، بيبقى في خدمة ليها اصلاح. الاصلاح بكام؟ او النقل بكام؟ قليل. لكن الاساس هنا السلعة عربية تمنها 200,000، تصليحها في الصيانة مثلا 10,000 كيلو ولا حاجة بتدفع 2000 3,000. الخدمة قليلة بالمقارنة بالسلعة، بس في خدمة وفي سلعة. لكن في حاجه تانية الخدمه اكتر، لما تسافر من بلد الى بلد طيران انت بتدفع ثمن تذكره الطيران، ساعات بيبقى في وجبه على الطياره سواء فطار او غدا حسب الوقت اللي انت مسافر فيه. انت مش مسافر عشان الوجبه دي، انت مسافر عشان توصل من مكان الى مكان، يبقى اساس هنا الخدمه، لكن في جنبها سلعه بسيطه. يعني لو جينا نتكلم بقى على الملامح الرئيسية للخدمات،
تختلف مستوى الخدمه طبعا حسب الافراد اللي قدموها، هتلاقي الطبيب ده غير الطبيب ده، اللي بيقدم الخدمه ده غير ده، لكن رغم نفس الخدمه لكن مستواها مختلف. في خدمات محتاجه حضور الشخص نفسه، يعني لما الخدمه الطبيه لازم انا اروح بنفسي ان انا يكشف عليا الطبيب، لكن خدمه الصيانه بتاع العربيه مثلا كفايه ان انا ابعت العربيه لحد مش محتاجه حضوري انا يعني. وطبعا ممكن يكون على مستوى مثلا الخدمات الصحيه نوع العميل، العميل ده شخص عادي بيدفع تذكره او بيدفع كشف بمبلغ معين، لكن في عميل تاني ما بيدفعش او بيدفع ثمن رمزي على اساس ان فيه ده تبع شركه معينه او تعاقد معين. وبرضه في خدمات هي لها هدف ربح وخدمات من غير ربح، يعني لما يكون في مستوصف تابع لمسجد او تابع لكنيسه ساعات بيبقى المستوصف ده بياخد اجر رمزي من الناس كمقابل للكشف، طبعا هنا الهدف مش ربح، هدف اجتماعي، لكن المستشفى يبقى هدفها الربح. لو اتكلمنا بقى بشكل محدد على الخدمات اللي بتساعد موجودة للمنتج المادي، في خدمات قبل البيع وفي خدمات بعد البيع. يعني لو عايز آلة معينة، جهاز تكييف معين مركزي للمكان معين، فلازم يجوا الأول يدرسوا ويشوفوا المساحة كام ويحددوا التكلفة كام وهيركبوا فين، يبقى دي قبل البيع. وبعد البيع بقى طبعا النقل والتركيب وتدريب العاملين على على الحاجة، لكن الخدمة اللي بعد البيع دي بيقدمها المنتج نفسه، وأحيانا بيقدمها الموزع، مش شرط المنتج هو اللي يقدمها، بس طبعا بيبقى في اتفاق بينه وبين المنتج يعني. تمييز المنتج، وكلمة منتج طبعا ليها كلمة معنى عام، منتج دي تشمل سلعة أو خدمة. تمييز المنتج لو جينا اتكلمنا على السلعة سهل جدا نحط عليها ماركة، لكن الخدمة احنا قلنا حاجة غير ملموسة، ازاي نحط عليها ماركة؟ فطبعا بنحاول ان احنا كل منشأة بالنسبة للخدمات بتاعتها بتحاول تعمل حاجات معينة عشان تميز خدمتها، يعني لما يكون في خدمة إضافية جنبها فالناس يعني بتروح بتحط تمون البنزين او بتروح محطة بنزين عشان يعمل لك خدمة الغسيل والحاجات دي كلها، يبقى فيها خدمات إضافية، يغسل لك العربية من جوه وكذا، هنا عشان يميز نفسه عن الاخرين. بس المشكلة لما تميز نفسك انت عن الاخرين، الاخرين برضه هيعملوا زيك، وبعد ما يعملوا زيك يبقى تساوينا مع بعض، يبقى لازم انا ادور على حاجة جديدة تميزني عن عن الاخرين. نبدأ نتكلم بقى على خصائص الخدمات، وطبعا كل خاصية ممكن تكون في خصائص تكون ميزة وممكن خصائص تكون عيب، ونتكلم ازاي بقى اذا كانت عيب نقلل من تأثيرها، واذا كانت ميزة ازاي نضخم او نكبر من المزايا بتاعتها. أول خاصية الخدمة غير ملموسة، غير قابلة للرؤية. يعني احنا انا ساعات في السلع الواحد بيجرب السلعة قبل ما يشتريها، حتى لو كان عربية، تلفزيون، بتجربه، موبايل، بتجربه قبل ما تشتريه، لكن في الخدمة انت تدفع ثمنها الأول وبعدين تاخد الخدمه، وجايز تطلعك مش كويسه، جايز الكشف الدكتور مش كويس او الدكتور ما عندوش خبره كويسه. فالاول حاجه ان الخدمه غير ملموسه، وده يعتبر عيب طبعا. ما دام قلنا ان الخدمه غير ملموسه ده يعتبر عيب، نحاول بقى نقلل من عمليه انها غير ملموسه. نميز مبنى المنشاه، مبنى المنشاه يكون واضح وشكله مميز، والناس اللي عاملين لابسين لبس كويس، الاجهزه على طول موجوده باستمرار وعملها صيانه ومتعطلش، يبقى هنا انت بتحاول تربط الناس بيك ان في حاجه موجوده في المكان ده، والاسعار تكون واضحه ومعلنه للجمهور، ده بيبقى بيقلل عدم الملموسيه شويه، لكن ما زالت برضه الخدمه غير ملموسه، يعني بنحاول نقلل من تاثير العيب ده. الخاصية الثانية انها غير قابلة للفصل. يعني ايه قابلة للفصل؟ يعني اللي بيقدم الخدمة واللي بيتلقى الخدمة الاثنين بيقابلوا بعض، انت بتقابل سواق الميكروباص، بتقابل اللي بيعمل لك بيصلح لك حاجة، انت موجود قصاده انتوا الاثنين، وده يعتبر ميزة مش 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 عيب. ازاي بقى نستفيد منها؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. قلنا ان الخاصية الثانية ان في عدم انفصال بين مقدم الخدمة متلقي الخدمه، وده ممكن بقى فرصه نستفيد منها ان احنا نقدم له الخدمه بسرعه، بابتسام، بمعامله كويسه، عشان يجي لنا مره تانيه، وده اللي بيعمله بعض الاطباء، اللي بيخلينا بعد ما نروح لطبيب معين ان احنا بنروح له مره تانيه، وفي طبيب تاني بنروح له ما بنحبش نروح له مره تانيه عشان ما عندوش حسن معامله.
الخاصية التالتة التباين. وكلمة تباين يعني اختلاف، مش زي بعضيهم يعني. فالخدمة ممكن تتباين أو تختلف، يعني الطبيب نفسه ممكن تروح له الصبح يبقى لسه فريش وكويس، لكن لو رحت له بعد ساعتين ثلاثة يبقى تعب، يبقى أداؤه مش نفس الإيه الأداء، أو في وقت معين كويس ووقت تاني مش إيه مش كويس. وطبعا ده عيب نحاول إن احنا نلافيه. ازاي بقى نقلل مشكلة عدم التجانس دي؟ بقى ان احنا نختار الناس صح الاول. في ناس تقدر تتغلب على مشاكلها وبتحاول تبقى خدماتها في كل وقت متساوية يعني، او ان احنا الناس اللي هي بتقدم الخدمة دي ندربها من كل شوية، ان احنا نديها دورات تدريبية ونريحها عشان ما يبقاش عندهم نوع من ضغوط العمل، عشان يبقى ادائهم مستمر باستمرار، او نحاول تنميط الخدمة. خلي بالنا ان مش كل الخدمات تقدر ننمطها، يعني خدمات البنوك ممكن ننمطها. يعني ايه ننمطها؟ يعني نخليها متساويه، تخش في خطوات معينه، تخش العميل ياخد رقم ويستنى وبعد كده يتلقى الخدمه. كذلك ممكن برضو بقى ننمط اجزاء، يعني عمليه التحليل، التحليل ممكن ننمطه في المستشفيات، ان بيدفع العميل المبلغ وبعد كده بيستنى دوره وبعد كده بيتاخد منه العينه وبعد كده بتتحلل، وبعد كده دي خطوات هتبقى ثابته عند كل الناس. ولكن الكشف صعب، لان مثلا ممكن اتنين عندهم نفس الالم في نفس المكان، لكن التشخيص ده مختلف عن التشخيص ده، او علاج ده مختلف عن علاج ده، فصعب ان احنا ننمط الخدمه. فعشان كده بعض الخدمات الطبيه ممكن ننمطها والبعض الاخر لا. الخاصيه الرابعه كده اللي هو عدم قابليه للتخزين. يعني دلوقتي انا بنتج سلعه معينه، ما اجي انتجها اتباعت النهارده اتباعت، ما اتباعتش بخزنها عشان اتباع بكره. لكن الخدمه انا بقدم الخدمه، هو ان في ناس موجوده هقدم لها الخدمه، ما فيش ناس موجوده ما فيش، يبقى الوقت ضايع عليا. والمشكله طبعا دي بتمثل مشكله او عيب، يعني المشكله ان هو ما فيش توازن بين العرض والطلب. يبقى ساعات العرض موجود والطلب مش موجود، او العكس الطلب موجود والعرض لا. فطبعا بنحاول نحل المشكله عن طريق ان احنا نوازن بين العرض والطلب. ازاي بقى نوازن بين العرض والطلب؟ تعالوا نشوف من جانب الطلب. لو الطلب كبير في وقت معين وقليل في وقت تاني، نخلي فيه تمييز سعري. يعني نشوف مكالمات للدول العربية مثلا من الصبح لغاية الساعة 7 ولا 8 بسعر، لان معظم الناس بتتكلم في الوقت ده، بس الناس ما بتتكلمش بالليل، فيعملوا ايه؟ يعملوا سعر منخفض بالليل عشان في طلب بالليل زي طلب الصبح، او نقلل الصبح شوية ونخلي بالليل. وساعات بعض شركات الطيران بتحجز الحجز مقدما، يعني في ناس الحج رغم ان هو في ليه ميعاد معين، ممكن الناس شركات السياحه اللي شغاله في السياحه الدينيه والحج والعمره، ممكن الناس تدفع مقدما قبل الحج بخمس ست شهور، يبقى هنا الشركه برضو جالها فلوس في الوقت اللي ما فيش فيه طلب عليها. او من جانب العرض بقى، ان احنا لو في شغل زياده شويه نجيب عمال زياده، او نجيب عربيات زياده عشان يواجهوا الطلب الزياده. طبعا الماده بتاعتنا اسمها تسويق الخدمات الصحيه. طب يعني ايه بقى كلمه سوق؟ طبعا التسويق اساس كلمه تسويق جايه من سوق، فكلمه سوق معناها مستهلك، عشان كده التسويق معناها ان احنا ارضاء رغبات المستهلك. تعالوا نشوف بقى ايه المجالات المميزة لتسويق الخدمات الصحية بالتحديد، يعني ايه اللي بيميز تسويق الخدمات الصحية عن تسويق حاجات تانية. اول حاجة الفرص التسويقية. نقدر نخش دايما في اسواق جديدة، في اشياء جدا ما كناش بنعملها قبل كده، زي التحاليل وزي التطعيم وزي الحاجات دي. ممكن نخاطب قطاعات جديده من العملاء، اللي هم نروح لشركه معينه ونعمل لهم تعاقد منا. طبعا في حريه اكبر في تحديد في مجال التسعير، يعني ممكن في اوقات معينه نعمل تخفيض على سعر الكشوفات او سعر الخدمات الاضافيه زي التحاليل والاشعاعات دي يعني. الى جانب الوقت بقى في تطوير كمان، ان احنا مش شرط الناس يجوا لنا، احنا اللي نروح لهم. يعني في عربيات متنقله بتروح الاماكن معينه تعمل الاشعاعات والفحوصات والدي كلها، فما عادش في قيود جغرافيه ان الناس
صعبة انها تجيلنا احنا، لا احنا نروح لهم. طبعا الى جانب بقى ان احنا نستعمل وسائل الاعلام اللي هي التلفزيون واللوحات اللي في الشارع والحاجات دي كلها عشان نروج للخدمات الصحية، وممكن نبقى فيه خدمات جديدة وتطوير الخدمات الموجودة، يعني مثلا نظام الحجز عن طريق النت، ونظام انك يوصل لك التحليل عن طريق الايه النت، وكمان النظام اللي هو الملفات الموجودة ليك، يبقى ليك رقم وليك ملف في المستشفى موجود على الكمبيوتر بحيث الطبيب يقدر يتابع حالتك قبل ما يكتب لك العلاج عشان يبقى عارف ظروفك بالظبط. المشكلة بقى النقطة التانية في عملية الخصائص المرتبطة بالتسويق الخدمات الصحية، إن مجال الخدمات المقارنة بين الخدمة دي والخدمة دي صعب شوية، لأن في السلع أنت ممكن تمسك السلعتين وتقارن بينهم، تمسك قطعة الملابس دي وتشوفها عليك وقطعة الملابس دي وتشوفها عليك قبل ما تشتريها، لكن في مجال الخدمة الكلام ده صعب جدا يعني. وما دام الكلام ده صعب لازم نعمل حاجات معينه بقى، او اللي بيسوق بيقدم خدمه صحيه لازم يخلي باله يهتم بالجوده. طبعا الجوده ان هو يهتم بالناس اللي يقدموها بشكل ممتاز، يبقى في سرعه في الخدمه، يبقى في تبسيط في الخدمه، يبقى في مكان مناسب ملائم، وقت مناسب للعملاء، يفتح لهم ايام الجمعه والسبت وما الى ذلك، يتفاعل معاهم يعرف رغباتهم ايه واحتياجاتهم ايه وايه مشاكلهم، عشان بيبقى ما يقلل الناس اللي بتنسحب او يبقى هو مميز عن الايه عن الشركات الاخرى. في مجال تقديم الخدمة بناء الثقة صعب، صعب جدا، لكن المشكلة ان احنا لو خسرنا الثقة دي مش هنقدر نكسبها مرة تانية خلاص، عشان كده ان احنا نحاول ما نفقدش ثقة الناس فينا مهما كان السبب، حتى لو ضحينا بشوية تكاليف وشوية وقت ولا حاجة، على أساس إن يفضل ثقة العملاء موجودة فينا وما تنزلش، لأن لو نزلت مش هنعرف نعوضها أبدا أو نرجع لها تاني أبدا. عشان كده مهم جدا إنك تبقى عارف موقفك في السوق، يعني المستشفى ما بتحدد أسعارها ولا الطبيب بيحدد أسعاره، لازم يبقى عارف هو أفضل من مين ومين أفضل منه، ويبقى مدرك الناس شايفاه إزاي. عشان كده يبقى احنا عارفين مركزنا بالنسبه للسوق ايه، طبعا سوق المستشفيات او مكان المستشفيات مركزنا ان احنا نمره واحد نمره اثنين، ان احنا مستويين مع الاخرين، لازم يكون عارفين مركزنا معين الوضع بتاعنا، وده اللي بيحدد سعرنا. عشان كده بعض المستشفيات بتحدد اسعارها غير مبالغ فيها، او بعض المستشفيات تبقى اسعارها منخفضه، فاكيد بناء على دراسات مش عمليه عشوائيه. من ضمن الحاجات برضو اللي بتساعد في تمييز الفرص التسويقيه ان احنا بنخش في القطاعات زي ما قلنا، نتعاقد مع نقابات معينه او مع شركات معينه، ان احنا نبقى عندنا اجهزتنا جديده ونطور كل شويه، نجيب الاجهزه الجديده اللي مرتبطه بالكشف او العلاج عشان ما نبقاش متاخرين عن الاخرين، واذا كان وجدنا ان في بعض التخصصات مش مطلوبه ممكن نلغيها، وتخصصات ما كانتش عندنا ومطلوبه من الناس ان ممكن نضيفها. المزيج التسويقي هو يعني يعتبر عناصر التسويق، عناصر التسويق أربعة: التوزيع والتسعير والترويج، وطبعا سياسة المنتجات أو اللي هو تقديم الخدمة نفسها يعني. فمهم جدا يبقى فيه علاقة بين المكان والسعر، يعني ساعات يبقى فيه طبيب معين بيبقى ليه في عيادتين، عيادة في منطقة شعبية ليها سعر، وعيادة في منطقة راقية شوية ليها سعر مختلف. فبيبقى هنا ده المزيج التسويقي مع بعض، وهناخده ان شاء الله بالتفصيل بعد شويه. اللي بيقدم سلعه او بيقدم خدمه في السوق لازم يبقى له منافسين، وعشان له منافسين يبقى لازم يبقى عارف لو هو خفض الاسعار المنافسين هيتصرفوا ازاي، لو هو رفع الاسعار المنافسين هيتصرفوا ازاي.
توقع ردود افعال المنافسين، لان ممكن يبوظوا لنا شغلنا لو هما لو احنا مش عارفين هيعملوا لنا ايه بالظبط، او هيتصرفوا ازاي بعد ما احنا نخفض او نرفع الايه السعر. نيجي بقى لاهم مشكله عندنا في تسويق الخدمات الصحيه، ان المستشفيات ما فيهاش تسويق، واذا كان فيها تسويق الناس اللي شغالين فيها بيشتغلوا علاقات عامه، شغلتهم علاقات عامه، بعكس مثلا اي شركه صناعيه بتقدم سلعه، بتقدم منتج واضح ملموس، بنلاقي فيها عندنا اداره تسويق وشغلها واضح. وده يمكن راجع لان مفيش اداره تسويق في معظم المستشفيات، في مستشفيات كتير جدا ما فيهاش اداره تسويق، واللي كانت موجوده قلنا بتشتغل في حاجات سنويه، حاجات مش مهمه جدا يعني، لان التسويق يعني ليه قرارات معينه ما بتقومش بيها المستشفيات، لكن موجوده في الشركات الصناعيه زي ما قلنا. ويمكن ده راجع لان المدير المستشفى اللي غالبا بيكون طبيب مش حاسس او مش قادر يقول او يشوف ان الناس اللي هم شغالين في التسويق ان دول بيشتغلوا شغل مهم يعني، هو شايف ان هو المهم وهو يقدر يعمل كل حاجه يعني، وطبعا ده غلط يعني. وعشان كده ساعات بنجد ان ايه ان اداره التسويق عباره عن موظف مش اداره حتى، يعني موظف موجود في منشاه وملوش كيان كبير في المستشفيات، وبعض المستشفيات الكبيره يبقى في اداره تسويق، فبالهيكل التنظيمي هنا غير هنا غير هنا غير هنا، مفيش اتفاق على مكان اداره التسويق موجوده فين في المنشاه او في المستشفى. ويمكن في مشكله تانية في مجال المنافسه في بالنسبه للخدمات الصحيه، يعني لو قدرنا في مجال الموبايلات مثلا نقدر شركه سامسونج هتعرف كم واحد تقريبا شاري الايفون وكم واحد شاري هواوي وكم واحد شاري ابو، لكن المستشفى جايز بعض المستشفيات ما عندهاش بيانات وصعب تجيب البيانات من مستشفى اخرى، وبالتالي ما بتبقاش واضحه عمليه المنافسه، ما بتبقاش واضحه يعني. برضه مشكلات تسويقية في الخدمات الصحية تحديد التكاليف، عشان نعمل الأسعار لازم نعرف التكاليف يعني، فالمشكلة ساعات كمان مثلا يعني ولنفرض إن في ممرضة بتاخد أجر معين في اليوم أو في الشهر، وبتشتغل أكتر من حاجة، بتشتغل مع الدكتور ده ومع الدكتور ده ومع الدكتور ده، طبعا نحسب التكاليف نحسبها على أنهي دكتور على أنهي عيادة، فطبعا في مشكلة هنا كمان يعني. ولكن في ميزة عندنا إن إحنا نقدر نقدم عروض معينه في اوقات معينه، يعني ساعات بيبقى في ايام او في فصول او في اوقات معينه بيبقى فيش فيها طلب على الخدمات الصحيه ان احنا نعمل عروض، ان في تطعيمات او في حاجات مجانيه او حاجات بسعر رمزي عشان نقدر نجيب الناس يجولنا في الوقت ده يعني. تعال نشوف بقى القيود اللي بتواجه مسوق الخدمات. اول حاجه ان الاولويات اللي بيحددها السياسيين اللي هم الوزراء الرؤساء، وطبعا ممكن يكون يحددوا بشكل معين بحيث ان هو جايز ما يكونش مناسب للمستشفى انها تقدم الخدمه دي او الخدمه بشكل بتكلفه معينه، وساعتها المستشفى بتخسر لان غصبا عنها، خاصه المستشفيات الحكوميه غصبا عنها لازم تنفذ تعليمات اللي الوزير، كمان في التسعير ساعات التكلفه بتكون عاليه والتسعير بيكون ايه رمزي، او بنعالج في منطقه معينه زي عراب وشلاتين ساعات بتروح لها قوافل علاج مجانا هناك، ورغم ان احنا بنكلف سفر بالطيران وتكلفه الدكاتره وكلام من ده، بيبقى غصب عننا السياسي هو اللي ليه تاثير يعني. زي ما قلنا الكلام اللي في العرض بس هو اللي مسؤولين عنه باذن الله في الايه في الامتحان، مش هيخرج عنه الامتحان. فالوقت هنتكلم على المستهلك نفسه بقى في سلوكه ازاي وتصرفاته ازاي اللي هو مستهلك بيستهلك الخدمات الصحية. اول نقطة عن المستهلك ان الطلب على الخدمة، في اوقات معينة بقى فيها طلب على الخدمة وفي اوقات اخرى ما بقاش طلب على الخدمة يعني. تعالوا نشوف مثلا معظم الناس اجازتها السبت،
فتلاقي المستشفيات زحمه يوم اللي ايه السبت، بعكس يوم الاحد مثلا اللي مفيش زحمه ايه عليها. طبعا انا بتكلم على الخدمات العاديه مش خدمات الطوارئ. خدمات الطوارئ محدش عارف ليها، ملهاش مواعيد معين لانها مرتبطه بحوادث او مشاكل صحيه وفجاه يعني. فممكن احنا نتغلب على النقطه دي ان احنا نعمل اسعار معينه، يبقى يوم السبت مثلا سعره عالي ويوم الاحد سعره اقل عشان الناس تتحول من السبت الى الاحد. بالنسبه للمستهلك برضو غرضه من استعمال السلعه او الخدمه ايه؟ خلينا في الخدمه، احنا بنتكلم عن الخدمات اللي هي الخدمات الطبيه يعني. في ناس بيجوا عشان بيكشفوا كشف عشان عنده مشكله، وفي ناس بيعملوا كشف دوري اللي بيروح كل شهر او كل 6 شهور، وفي ناس بيروحوا اللي هم مسوسين عشان ربنا يجازي ما يكونش عنده مشكله، وفي ناس بيروحوا الاغراض السنويه زي التجميل او ازاله حاجه معينه ولا تكبير جزء ولا تصغير جزء من جسم الانسان يعني. كذلك من الحاجات المهمه جدا في بالنسبه للمستهلك اللي هو بيختار الطبيب او الطبيبه المناسبه. كتير جدا من المصريات الوقت ما يقدروش او بيكسفوا ان هم يروحوا لطبيب امراض نساء رجل ويفضلوا طبيبه او اطباء الاسنان كمان، على اساس ان هو في تلامس ضروري بين المريض والطبيب، فبيفضلوا سيدات، الست بتفضل ست عن الايه عن ان راجل يقدم لها الكشف او علاج الاسنان يعني. فطبعا دي لازم نراعيها برضو في المستهلك يعني. برضو عمليه التوقيت، في ناس بتحب تروح بدري وناس بتحب تروح متاخر، المهم ان احنا لازم نلبي رغبات معظم المستهلكين. في مجال التسويق بقى طبعا احنا ممكن نركز على حاجات معينه ممكن تزود الارباح بالنسبه للمستشفى اللي بتقدم خدمات صحيه يعني. ان احنا نجذب عملاء جدد، يعني ازاي نجذب عملاء جدد؟ ان احنا نشوف نقدم خدمات اللي بيقدموها المستشفيات اللي المنافسه، عشان كده قلنا المنافسه لازم نعرف التانيين بيقدموا ايه، او ان نشجع الناس اللي هم يعملوا حاجات اكتر من حاجه عندنا يعني. يعني مثلا اللي يجي يعمل الكشف معين ممكن يبقى يعمل الاشعاعات والتحاليل ونقدمها بسعر مخفض عشان يعملها عندنا، ونقدم له ترويج يبقى عارف لما يخش المستشفى ان في خدمات معينه موجوده، في خدمات اخرى يعني مرتبطه زي العلاج الطبيعي وما الى ذلك، عشان نقلل الناس اللي بينسحبوا، واذا حد انسحب نعرف هو انسحب ليه، هو كان عندنا وسابنا ليه، لازم نعرف ايه السبب، واذا كان السبب في ايدينا نقدر نعالجه، نقدر نعالجه عشان نخليه يرجع تاني او ما نخليش حد يمشي من عندنا. هنتكلم بقى على وظيفه التسويق من ناحيه اداريه في منشات الخدمات وخاصه المستشفيات اللي احنا بنتكلم عليها. طبعا قلنا التسويق في مجال المستشفيات ومجال الخدمات عموما والمستشفيات خصوصا مش واضح، مش معروف وظيفته ايه ومش معروف لازمته ايه، وبالتالي احنا مش عارفين، ما دام مش عارفين الوظيفه نفسها طب هنجيب لها شخص منين وهنعينه فين وهنحطه فين في الهيكل التنظيمي ونديله كام، دي مشكله طبعا. الوظائف اللي موجوده في الخدمات في في المستشفيات عموما في 3 وظائف اساسيه: وظيفه التسويق، وظيفه العمليات اللي هي الناحيه الفنيه بتاعه المستشفيات، وظيفه الموارد البشريه. تعال نشوف بقى تفاصيل الوظائف دي. الوظيفه الاولى وظيفه التسويق، طبعا احنا قلنا في انتاج السلع وظيفه التسويق واضحه ومحدده للمعالم، لكن في الخدمات الصحيه مش واضحه ومش معروف ايه الهدف منها وبتعمل ايه بالظبط. فطبعا دي بتمثل مشكله يعني في المستشفيات. هي دي الوظيفه الهامه في معظم المستشفيات. كلمه عمليات مقصود بيها العمليه اللي هي اللي بيعملوا عمليه المريض يعني، لا هي النواحي الفنيه بتاع المستشفى، لاداره المستشفى من حيث توزيع الاختصاص بين الاطباء والممرضات وما الى ذلك. فالحاجات ده هي الوظيفه الاساسيه اللي موجوده في المستشفى بيقوم بيها غالبا الاطباء. ف اللي هي الاطباء والناس المعاونين ليهم. هي دي الوظيفه المهيمنه على كل الوظائف، ويمكن وظيفه التسويق مش واخده اي حيز من اي شغل هنا. الوظيفه الثالثه اللي هي وظيفه الموارد البشريه، اللي هي بقى بتعين الناس سواء اطباء او غيرهم، ونمسك بقى سجلاتهم ومرتباتهم ولغايه ما يطلعوا
معاش عشان يفضل نحتفظ باللي عندنا، القوة موجودة كل باستمرار عشان من الخدمة ما تقفش. المشكلة الكبيرة بقى يعني الموارد البشرية بره المشكلة، لكن التسويق والعمليات في مشكلة بينهم. منشأة الخدمات مدير العمليات اللي مسؤول عن المستشفى بيركز على تحسين الإنتاجية وعايز التكاليف تقل، ولو كان في عندنا تسويق، التسويق هدفه ان هو زيادة الايه المبيعات، فكل واحد بيتهيأله ان هو يعني ليه اهداف مختلفة عن الاخر، مع ان لو بصينا هنجد ان مفيش تعارض بينهم. لما احنا لو خفضنا التكاليف هنزود الايه المبيعات، وتحسين الانتاجية هيؤدي لزيادة الايه الارباح. وكلمة انتاجية هنا مختلفة عن الانتاج، الانتاجية معناها ان احنا بننتج بشكل كويس، يعني بنعمل بفاعلية، يعني يبقى في علاج، اما المريض يخش بيطلع من المستشفى وهو سعيد انه وجد خدمة مناسبة، ده معنى كلمة الايه الانتاجية. عشان كده بقى لو احنا عايزين نقضي على الصراع اللي موجود بينهم ويبقى في تعاون بينهم، يبقى نحاول احنا سواء العمليات او التسويق يركزوا على حاجة واحدة اللي هي العميل. التسويق بتاع العمليات بتاع اي، كلنا موجودين عشان المريض، هو ده الايه الاساس. واذا كان في حاجه عايزه تتعمل نعمل فريق، قلنا ناس من التسويق مع ناس من العمليات يتعاونوا مع بعض عشان نحل اي مشكله. هنا ما فيش تعارض بقى، ويمكن اكثر حاجه ان احنا نحدد ده اختصاصاته ايه وده اختصاصاته ايه، عشان ما حدش يخش في شغل التاني ويحصل ايه مشاكل، يبقى كده ايه نقضي على الصراع قبل ما يحصل او ما يحصلش صراع اصلا. يعني هنتكلم بقى دلوقتي على الفور بيس، او الفور بيس اللي هم العناصر التسويق اللي هنتكلم عليهم، اللي هم المنتج والتسعير والتوزيع والترويج. هنبدا دلوقتي نتكلم على عناصر التسويق الاربعه اللي احنا قلناهم قبل كده، وناخدهم بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله. في عمل شويه دراسات يشوفوا المستشفيات بتعمل ايه في مجال التسويق، وجدوا الاتي: وجدوا ان يعني قليل قوي ما بيستخدموا وسائل الترويج، وقليل قوي ما بيحللوا البيانات التسويقيه بتاعتهم، وقليل قوي ما بيعملوا اعلانات، غالبا الاعلانات كلها داخليه جوه المستشفى نفسها، وما عندهمش خطه مبيعات، وما عندهمش خطه تدريب اللي شغالين في البيع، وما عندهمش اصلا مصاريف او بيصرفوا او في فلوس مخصصه للانفاق على بخصوص التسويق. طب ليه الكلام ده؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. ما شفنا ايه الاسباب بقى اللي خلت المنشآت الخدمات ما تهتمش بالنشاط التسويقي. عدد كبير من منشآت الخدمات صغير، مستشفى صغير، مستوطن صغير، يقول لك نعمل تسويق ليه؟ او يقول لك ان احنا مش مؤهلين نستخدم التسويق، او ان احنا عندنا طلب وعندنا ناس كويس وبنكسب كويس، فبالتالي نعمل تسويق ليه؟ نعمل تسويق ليه؟ او الخدمه بتاعتنا ما ينفعش ان احنا نعمل لها تسويق، او ما نعرفش ننمطها. يعني ده كلامهم. يعني ايه بقى حكايه الفور بيس دي؟ يعني احنا قلنا عناصر التسويق الاربعه اللي هم المنتج والتسعير والتوزيع والترويج. لو ترجمناهم او قلناهم بالانجليزي هنلاقي اول عنصر اللي هو المنتج اللي هو برودكت او الحرف بي، تاني حاجه التسعير او الحرف بي اللي هو برايس، والتوزيع اللي هو المكان اللي موزع فيه السلعه اللي هو البليس او الحرف في بي، والبروموشن اللي هو الترويج او الحرف فاردو في بي. عشان كده بنقول الفور بيس اللي هم عناصر المزيج الايه التسويقي الاربعه. هما دول العناصر الأربعة بتوع المزيج التسويقي: المنتج أو تخطيط الخدمة الصحية، لأن المنتج هنا بتاعنا خدمة، والتسعير والتوزيع والترويج اللي هناخدهم واحدة واحدة بالتفصيل في المستشفيات. اول عنصر في تخطيط الخدمات اللي هو تخطيط الخدمات الصحيه اللي المنتج نفسه اللي احنا عارفين ان هو اداء مش شيء ملموس يعني. فطبعا في عندنا منتجات مختلفه او كشوفات مختلفه وخدمات مختلفه وعلاج طبيعي وتحاليل وما الى ذلك، دي حاجات مختلفه، وحتى تطور كتير جدا، تطور في الاجهزه اللي بتتم الكشف بيها او اللي بتساعد على
العلاج، وتطور كمان في الأدوية، وده مجال في مجال الخدمة الصحية تطور في كل النواحي يعني. تاني حاجة في عناصر التسويق اللي هي التسعير، وطبعا احنا لازم نسعر بحيث ان المستشفى تحقق مكسب، لان المكسب هو اللي بيخلي المستشفى تستمر وتعمل صيانة للآلات بتاعتها والأجهزة بتاعتها، وتدي حاجات كويسة للمرضين والأطباء والفرق كلها اللي بتشتغل عشان تفضل مستمرين يعني. لكن خلي بالنا الترويج، بالنسبة استخدام الترويج في السعر في الترويج لازم الخدمة الصحية يختلف يعني. ممكن نعمل ايه في لفترة ما مؤقتة سلعة معينة تخفيض 10 20%، بيبقى في عليها طلب، لكن الخدمات الصحية لأن ليها طبيعة خاصة مش هنعمل تخفيض عليها، الناس هي هتقبل يعني. فالأسعار للناس اللي بيجوا لنا أصلا وبيطلبوا خدمات إضافية بعد ما بيجوا لنا يعني. وده اللي بيخلي النصيب بتاعنا أكتر من الإيه؟ من السوق. فصعب إن احنا نستخدم السعر زي سعر الأسعار بالنسبة للمنتجات يعني. لما نيجي نحدد الأسعار نعرف إيه هي الأسس اللي بتحدد عليها الأسعار. أول أساس التكاليف، طبعا لازم نغطي كل التكاليف، والتكاليف دي تنقسم لإيه؟ يعني في تكلفة الوقت اللي بيقدم الخدمة، تكلفة الوقت اللي بتاع الطبيب والممرضة، تكلفة المجهود العضلي إذا كان في مجهود عضلي هيطلع يشيل يعمل، الممرضة هتركب أجهزة هتفك أجهزة، وممكن إلى جانب بقى الظروف المحيطة، الإضاءة والتكييف والحاجات الموجودة ديًا، والمجهود الذهني بقى بتاع الطبيب بيفكر ويقدر عشان يقدر يشخص صح يعني. ومن ضمن الاسس برضو اللي بتساعدنا على تحديد الاسعار المنافسه يعني. انا مين بالنسبه للمنافسين في المنطقه او في المناطق اللي حواليا يعني. انا احدد مستشفى، تحدد السعر الكشف بتاعها ب 200 جنيه ومستشفى جنبها ب 400 جنيه، طب ليه ليه عامله ب 200 جنيه؟ لان اكيد عارفه انها مش قد المنافس التاني. المنافس التاني ليه عامل 400 جنيه؟ انا عارف ان هو عنده امكانيات اعلى من ده. وليه المستوصف اللي جنبهم عامل الكشف 20 30 جنيه؟ لانه عارف برضه ان هو مش قدهم. فكل واحد بيسترشف منافسين بيعرف هو قد ايه، هو قيمته قد ايه بالنسبه للمنافسين. وبالنسبه بقى للقيمه، القيمه دي بقى دي احساس العميل، العميل حاسس بالقيمه، بقيمه الخدمه قد ايه. اللي يخلي بعض العملاء ما يروحش لطبيب يدفع عنده 70 80 جنيه ويروح لطبيب تاني يدفع عنده 400 500 جنيه، هو حاسس ان هو هنا هياخد خدمه كويسه او القيمه هنا ايه اكتر. فدي بقى الايه اللي هي مرتبطه بالعميل نفسه يعني. تالت حاجة كده خلصنا احنا كده المنتج الأول واحد، وخلصنا التسعير. هنتكلم على التوزيع بقى. طبعا نخلي بالنا ان السلعة بيتم انتاجها الأول وبعدين بتتباع، بعكس الخدمة بتتباع الأول وبعد كده بيتم انتاجها. الواحد بيدفع الكشف وبعد كده بياخد الخدمة، لكن في السلعة بتتعمل الأول وبعد كده بيروح يدفع ثمنها عشان يشتريها. عشان كده بقى الأجهزة والمباني والمبنى واللبس بتاع الناس دي كلها حاجات بتساعد على يعني انها تبين شكل الايه الخدمه او شكل المكان اللي احنا بناخد فيه الخدمه. اخر حاجه في عناصر التسويق اللي هو اللي ايه الترويج. طبعا الترويج ان احنا هدفنا دايما في الترويج ان احنا نزود مبيعاتنا، نقدم خدمات مناسبه للجمهور. غالبا بنستخدم وسائل ترويج داخليه، لكن واحيانا الخدمات الاضافيه قلنا بنسعرها بسعر اقل شويه، لان الخدمات الصحيه ما بيعملهاش اعلانات زي الاعلانات العاديه بتاعت السلع التانيه يعني. يمكن ساعات بنشوف مثلا بعض المواقع عن طريق النت بتعمل اعلانات وكلام من ده لجهات معينه، يمكن وبرضه اعلانات تلفزيون بس قليله قوي، لانها مش يعني مش التلفزيون مش هيقدر يشد الناس قوي في بنعمله الاعلان. فعلينا الاعلان الداخلي يعني، داخلي يعني المريض جالنا واحنا نعمل له اعلان جوه عشان ناخد خدمات اضافيه وما الى ذلك. هنتكلم دلوقتي بقى على دور التسويق
ازاي يزود جودة الخدمة وازاي يزود الانتاجية بالنسبة للخدمات اللي الصحية. لو اتكلمنا على الجودة بشكل عام، يعني مش مرتبطة بالمستشفيات بس، بشكل عام الجوانب الخدمة ليها أكتر من حاجة. أول حاجة الأداء، أداء الخدمة نفسه والمواصفات الموضوع بتاعة الخدمة، إزاي نقدر نعتمد عليها؟ هل هي بتلبي رغبات المستهلك ولا لأ؟ هل المستشفى دي فعلا بتقدم خدمة بشكل مظبوط ولا لأ؟ هل الخدمة دي مستمرة موجودة على طول ولا لأ؟ هل مدركة من الناس شايفاها وسمعاها وحاسة بيها؟ وهل في دقة إن إحنا نقدر نقيس الجودة دي عالية ولا منخفضة؟ طبعا دي جوانب، الجوانب العامة بشكل عام بالنسبة للجودة يعني. من ضمن عناصر قياس الجودة الفجوة. يعني ايه فجوة؟ يعني الفرق ما بين حاجة وحاجة. يعني تعال نشوف ممكن الفجوة الأولى بتقول ايه. الفجوة الأولى بتنشأ نتيجة ما إيه؟ إن في اختلاف بين ما يريد المستهلك وما تظن المنشأة أن يريده. يعني هو عايز حاجة، المنشأة تفتكر حاجة تانية وتديله الحاجة التانية. هنا في فجوة. طبعا لما الفجوه دي تتقفل بمعنى ان المنشاه تعرف هو عايز ايه بالظبط وتدي اللي هو عايزه، يبقى ما في عندناش ايه فجوه. لو في فجوه يبقى طبعا الجوده تبقى ايه قليله. يبقى طبعا ازاي نزود الجوده هنا؟ ان احنا نتواصل مع المستهلك باستمرار ونتكلم معاه ونفهم منه عشان نعرف هو عايز ايه، وواحد تاني يتاكد هو عايز ايه، لان ممكن الواحد ما يفهمش المستهلك وواحد تاني ايه يقدر يفهم اللي هو المريض يعني. الفجوة التانية بتنشأ من ايه بقى؟ ان العميل عايز حاجة معينة والناس عارفة اللي هو عايزه، بس احنا ما عندناش الحاجة دي، ولكن نصر ان احنا نقول لك اه احنا هنعمل لك، واحنا اصلا فاشلين في تقديم هذه الايه الخدمة. زي ما بنشوف ساعات في الناس اطباء الامراض الجلدية ان هو يقول لك تعالى انا هعمل لك عملية تجميل، وهو اصلا هو عارف ان العميل عايز ايه، مش زي الاولانية اللي مش عارف. لا، هنا عارف بس ما عندوش حاجة تقدر تلبي رغبات الايه العميل، وتحصل مشكلة طبعا. الفجوه الثالثه بقى ان هي ان العميل او المريض عارف عايز ايه، والمستشفى عرف انه عايز ايه، لكن بتديله الخدمه بجوده اقل، نتيجه ان الناس مش مهتمه، العمال مش مهتمين، عندهم اهمال، عندهم تجاهل، معنوياتهم مش كويسه، ما بياخدوش حقهم، فبالتالي ما بيشتغلوش كويس. فطبعا ده تعتبر فجوه هنا برضو اللي احنا نحاول نقلل منها، بحيث ان احنا نقدم له الخدمه بالشكل اللي هو عايزه بجوده عاليه. الفجوة الرابعة هنا بقى المنشأة بتقول ان احنا بنقدم كذا وكذا، او بيقدم الخدمة سواء طبيب او مستشفى، احنا بنعمل ونعمل ونعمل ونعمل، ويبالغ في الاعلانات وهو اصلا ما بيعملش الحاجات دي كلها، ويجي المريض على اساس ياخد الحاجات دي وما يلاقيش اللي هو اللي هم قالوا عليه، فطبعا بيحس انه اتضحك عليه، ويبقى هنا في فجوة ان مفيش جودة في الخدمة زي ما المستشفى قالت او زي ما الجهة دي ايه قالت. الفجوه الخامسه بقى دي مشكله كبيره جدا يعني. يعني ساعات بنجد ان احنا بنسمع ان في مريض دخل المستشفى عشان يعمل عمليه، عملوا له عمليه تانية، فمعناها ان ايه؟ ان الخدمه اللي هو عايزها خد خدمه بس مش دي الخدمه اللي هو ايه عايزها، فطبعا دي تبقى مشكله يعني. لما نجد بقى المستهلكين ازاي بيحددوا مستوى الخدمه، تعالوا نشوف المحددات اللي بتخلي المستهلك يحدد مستوى الخدمه دي عاليه ولا مش عاليه او منخفضه. يعني لما يوصل المستشفى او يخش المكان دون ويوصل اللي هو عايزه بدون تعب، يبقى دي جوده عاليه. اتصال بسهوله وبيوصفوا له الخدمه اللي هو عايزها، ويقدروا يعملوا له ايه بلغه هو يفهمها، دي تبقى جوده عاليه. وطبعا العكس لو جوده تبقى جوده منخفضه يعني. العاملين نفسهم عندهم مهاره، مبتسمين في وسط في وسط في وش المرضى، وبيقابلوهم مقابله ايه كويسه، ويكلموهم ويصبروا عليهم، وطبعا كده الجوده تبقى اعلى. بالعكس لو الجوده تبقى جوده منخفضه. التعاون مع المرضى ويقدم لهم
الكراسي المتحركه اذا كان تعبان ونقدر نصبر عليه، والمصداقيه ان احنا نرضي هدفنا ارضاء العميل، ونعتمد الناس تعتمد على الخدمه ويجدوا فعلا ان هم عندهم ثقه في الناس دي، هتبقى هنا ايه الجوده المستهلك هيحسها انها جوده عاليه. كمان الضمان بمعنى ان هو ما بيبقاش في مشكله تحصل له او مضاعفات تحصل للمريض من استعمال الخدمه. يعني ساعات بنجد ان بعض الاطباء بيمضي المريض او يمضي اهله على ورقه ان هو مش مسؤول. طب يعني اذا كنت انت اصلا مش ضامن نفسك عايزنا احنا نضمنك ازاي يعني؟ فطبعا هنا معناها ان هو مش ضامن نفسه يبقى مش عايزنا نضمنه تبقى مشكله يعني. طبعا من ضمن الحاجات الجوده برضه ان هو خدمات ما تبقاش بتكلفه عاليه زي ما بنشوف في بعض المستشفيات يبقى في مبالغه في الاسعار يعني. وان احنا اخر حاجه بقى نبقى المستشفى او الجهه اللي بتقدم الخدمه عارفه احتياجات العميل بدقه، ما فيش اختلاف بينهم، كل واحد فاهم وعايز التاني ايه. ساعات بنلاقي مستشفيات كتيره جدا او حتى منشات خدمات بتطور الخدمات اللي بتاديها للعملاء، وطبعا لان الخدمات دي دايما بنطورها باستمرار لان العملاء دايما بيطلبوا حاجات جديده باستمرار، فمحتاجين تحسين خدمه. المشكلة إن الناس أو العملاء أو المرضى ما عندهمش ثقة في المستشفيات أو في الأماكن اللي بتقدم الخدمة، ما عندهمش ثقة إن التحسينات دي بيقولوا ظنوا إنها مش موجهة ليهم، مش بيحسنوا عشان العملاء، بيحسنوا عشان نفسهم هم. فتعال نشوف إيه القصة دي يعني. هنا بقى ما دام العملاء ما عندهمش ثقه بالخدمات الجديده دي او بالجهه اللي بتقدمها، مطلوب بقى دور يطلع هنا يطلع او يظهر دور مدير التسويق بقى. لما الناس تقاوم التغيرات دي يعملوا ايه؟ اول حاجه لازم يبقى في ثقه بينه وبين العميل، حاول ينمي هذه الثقه بشكل او باخر يعني، او يعرف ايه عادات المستهلكين وعادات العملاء، لان مثلا كل منطقه طبعا مختلفه يعني، العملاء اللي في القرى غير اللي في المدن، العملاء في منطقة راقية غير في منطقة شعبية، فيبقى معروف عاداتهم ايه ونكلمهم ازاي ونكلمهم بلغتهم يعني. وبعدين لما ندخل اي اجراء جديد لازم نجربه الاول ونطبقه على ناس ونشوف ايه عيوبه قبل ما يبقى الوضع ده سائد وشغال على طول يعني. كمان ان احنا نركز بقى ونعرف المستهلكين ايه المزايا اللي بتقول عليهم من النظام الجديد ده وندربهم عليه، لان بعض العملاء جايز ما بيعرفش يقرا ويكتب، ما بيعرفش يستخدم الحاجات دي يعني، بيخاف من الحاجات الجديده، يبقى ندربه عليه مره واتنين ونطمنه عليه، وحتى ممكن نقدم له خدمات مجانيه ويبقى يعمل الحاجات دي بشكل مجاني بحيث ان هو يبقى اتعود على الحاجه دي يعني. تعالوا نشوف مثلا طبعا مع بدايه دخول الكريدت كارد او الكارت او الفيزا اللي احنا بناخد بيها مرتباتنا، طبعا اول ما عملوها ناس كتيره جدا بدات تشتكي ومش عارفه والكلام من ده، بقى دلوقتي كله المعاشات وغيره 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 بيقبضوا من خلالها، فبقت الامور تبقى اوضح شويه يعني. كده انا كده ده المنهج او مطلوب الترم ده ان شاء الله بالنجاح، بس يتبقى بس ان احنا نتكلم على الامتحان ان شاء الله. الامتحان يكون 3 أسئلة، السؤال الأولاني اشرح بالتفصيل أو بإيجاز حسب عناصر السؤال، لو كان موضوع واحد يبقى اشرح بالتفصيل، لو كان أكتر من موضوع يبقى اشرح بإيجاز، ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني هيبقى غير مباشر، غالبا غير مباشر، تكلم عن حالة معينة من الحاجات اللي احنا كلمناها دي، مطلوب إن أنت تعلق عليها وفي حدود سطرين أو 3 بالكتير جدا يعني. والسؤال الأخير بقى اللي هيبقى عبارة عن عبارات، إن أنت تعلق على العبارة، تحط عليها علامة صح وغلط وتعلق. والمهم جدا مش كفايه الصح والغلط، يهم التعليل، انت صح ليه وغلط ليه. خلي بالك ان ورقه الامتحان 10 ورقات او كراسه الامتحان 10 ورقات يعني 20 صفحه، وسعها على نفسك ليه تضيق بحيث بتحل الامتحان كله في صفحتين ولا في ورقه، لا وسع على نفسك يعني، الورق ده محدش هيستخدمه بعد كده يعني.
ومن ضمن الحاجات كمان اللي هي قلنا لازم العبارة اللي فيها صح وغلط لازم تحدد صح ليه او غلط ليه. دي نماذج العبارات اللي ممكن تيجي يعني. يعني اول عبارة بتقول يتم تقسيم المنتجات الى 4 اقسام رئيسية. طبعا زي ما قلناهم العبارة دي صحيحة، لان احنا قلنا في سلع بس وفي خدمات بس، وفي سلعة اساسية ومعاها خدمة بسيطة، وفي خدمة اساسية ومعاها سلعة بسيطة. ورجعوا للكلام اللي شرحناه قبل كده. العبارة التانية بتقول اختلاف كبير بين توزيع الخدمات وتوزيع الايه السلع المادية. طبعا قلنا الكلام ده لما اتكلمنا عن التوزيع، التوزيع في مجال السلع واضح ان تنتج في المنتج عند مصنع، وكده تروح لتاجر الجمله، ومن تاجر الجمله لتاجر التجزئه، وتاجر التجزئه للمستهلك. بعكس بقى توزيع الخدمات الصحيه بقى على طول فيه التصاق او تواصل ما بين اللي بيقدم الخدمه واللي بيتلقي الايه الخدمه، والمبنى اللي هو فيه الخدمه نفسه اللي هو المستشفى يعني. العبارة دي صحيحة برضو نمرة 2. عبارة 3، عملية تمييز الخدمات بعلامة تجارية يمكن إجراءه بسهولة. لا طبعا العبارة دي خطأ، لأن المنتج والسلعة عليها مكان أقدر أحط فيه الماركة أو الاسم التجاري، لكن الخدمة صعب جدا يعني. فبنحاول نعمل شكل خدمات معينة بسرعة بجودة بشكل عشان تبقى خدمتنا مميزة عن غيرها يعني. العبارة 4، تم استخدام الترويج بكثرة في مجال التسويق الخدمات الصحية. لا طبعا ده العبارة دي غلط. الترويج في السلع ممكن تعال اتفرج كده على التلفزيون، اقعد يوم كده قدام التلفزيون شوف كام اعلان عن سلع وكلام من ده، وفي خدمات تانية لكن صعب ان احنا نلاقي. في خدمات بنوك وشركات سياح، لكن صعب ما بنلاقيش فين وفين لما بنلاقي خدمة عن اعلان عن طبيب او عن مستشفى يعني. العبارة رقم 5، تشمل تكاليف التسويق وتقديم الخدمة 3 جوانب رئيسية. لا هم الغلط، دي العبارة دي خطأ، هم 4، وارجع لهم في لما جينا اتكلمنا على التسعير. نمرة 6، يهتم مسوق الخدمات بتدعيم مركزهم التنافسي بالاعتماد على السرعة في تقديم الخدمة. طبعا دي احد الاساليب اللي احنا بنعملها عشان يبقى مركزنا احسن، ان احنا نقدم بسرعة وابتسامة وكلام من ده. العبارة رقم 7، ليس للمريض دور في عملية تقديم الخدمة الطبية. لا ازاي يعني، المريض لازم يكون موجود ولازم يوضح للطبيب ايه الجوانب اللي عنده، ايه اللي تعباه بالظبط، ويوضح عشان الطبيب يقدر يكتشف ويقدر يتشخص صح يعني. طبعا الكلية ممكن تقرر ان يبقى في الامتحان النظام الامريكاني، والنظام الامريكاني عبارة عن نوعين بس من الاسئلة، اسئلة صح وغلط من غير تحليل، واسئلة تانية كل سؤال عليه 4 اجابات بتختار اجابة واحدة منهم. ولو الكلية قررت النظام ده هتعرفكم طبعا ازاي تتعامل مع الامتحان ده باذن الله، وهيبعتوا لكم اكيد فيديو يبين لكم ازاي تتعاملوا مع الامتحان. فلو ما قرروش النظام الامريكاني يبقى زي ما انا قلت لحضرتك. ان شاء الله ممكن الكليه تتحدد نظام الامتحان عن طريق الامتحان الامريكاني، وده بيبقى نوعين بس من الاسئله. النوع الاول اسئله صح وغلط وبتحدد صح او غلط من غير تعليل، والنوع الثاني مجموعه من الاسئله كل سؤال عليه 4 اجابات بتختار اجابه واحده بس. وطبعا لو الكليه قررت هذا النظام هتعرفكم وتبعت لكم، هتبعت للكل فيديو هيبقى متاح ان الناس تشوف ازاي الامتحان شكله ايه ونظامه ايه وازاي نجاوب عليه. بالتوفيق جميعا ان شاء الله. ما فضلش الا حاجه واحده بس، ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق بالنجاح جميعا. ونركز بس ان الامتحان مش هيخرج عن العرض اللي موجود في السلايدات اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه دي او المحاضرات دي، وهو ده المهم. طبعا المفروض ترجع للكتاب في الحاجات اللي احنا شرحناها، مش الكتاب مش كله مكرر، الكتاب اللي ترجع له في الحاجات اللي احنا شرحناها عشان تفهمها بشكل اكثر وضوحا، وان شاء الله بالنجاح باذن الله. شكرا دكتور ابراهيم امام.